مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان الشحانية. ميدان التحدي ينطلق مشاهدينا الكرام، الشوط 11 وهو شوط مخصص للأبكار الجذاع. المسافة هي 6 كيلومترات. نتابع مقدمة هذا الشوط، والمركز الأول شقرة للسيد محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري على أول المراكز، يتواجد مع شقرة، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني لنتابع غيوب بشعار بن نايفة محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الهاجري، يقدم غيوب في المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع القادمة مشاهدينا الكرام والمنطلقة في هذا التحدي الكبير، المعمورة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، يتواجد في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، الوصول من قبل شديدة للسيد عبد الله بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري، يتواجد شعار بن حباب على مستوى المركز الرابع، بينما أراد التسلل من المركز الخامس حتى المركز الرابع. القادمة في هذه اللحظات صوغة للسيد محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود، يتقدم في هذه اللحظات مع صوغة في المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونعود مجددا إلى البداية لنتابع غيوب بشعار محمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري على أول المراكز، ينطلق ويتواجد في هذا الموقع ليقدم لنا غيوب في أول التحديات. المركز الثاني، المعمورة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، يتواجد في ثاني المراكز. والمركز الثالث شقرة محمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري على مستوى المركز الثالث، وشعار بن مسعود القادم مع صوغة في المركز الرابع. محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري، وهنا أيضا اسم جديد بدأ يتدخل وينطلق مع فرق، سالم بن صالح بن محمد الكبيدة المري القادم في هذه اللحظات في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لتحديات سن الجذاع، سن الإبداع والتحدي هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي الذي يجمع هذه الشعارات المميزة. ولكن نعود إلى غيوض على البداية، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة الهاجري، أحد الشعارات الخطيرة في هذا العالم الساحر، يقدم غيوض في البداية، ينطلق ويندفع إلى نحو الناموس. ولكن المركز الثاني أرى وأتابع المعمورة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر صوغة محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري والقادمة على رابع المراكز. هذه مشاهدي الأعزاء فرق لسالم بن صالح بن محمد الكبيدة المري، بينما المركز الخامس هذه شموخ عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري القادم مع شموخ في المركز الخامس. هكذا مشاهدي الأعزاء هو النداء للمراكز الخمس الأولى، الفايف ستار المعلنة لهذا التحدي. مع انتصاف المسافة قطعنا 3 كيلومترات من عمر هذا الشوط، ويتبقى 3 كيلومترات أخرى عن صفحة جديدة، عن قصة جديدة في هذا الشوط. نعود مباشرة إلى البداية لنتابع السيطرة ما بين غيوض وما بين أيضا مشاهدي الأعزاء المعمورة، كما نتابعهم في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية في موقع واحد، غيوض والمعمورة. ولكن غيوض تتصدر وتنطلق وتتواجد في البداية، محمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري، ولكن المعمورة من الجانب الآخر، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يحتل المركز الثاني، المركز الثالث صوغة محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود، شعار بن مسعود يقدم لنا صوغة في المركز الثالث، بينما المركز الرابع القادمة فرق سالم بن صالح بن محمد آل كبيدة المري القادم مع فرق في المركز الرابع، بينما خامس المراكز أتابع الوصول، أتابع الانطلاق من قبل شموخ عبد الله بن سعيد بن تركي آل بحيح المري القادم على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة
هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نتابع الصدارة ونعود إلى المعمورة. الله يا المعمورة على البداية، المعمورة تبحث عن ناموس مميز وتنطلق بشعار العطية، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يتواجد في المركز الأول، ولكن القادمة من الجانب الآخر فرق سالم بن صالح بن محمد الكبيدة المري، بينما المركز الثالث هذه مشاهدين الأعزاء غيوض بشعار محمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري يتواجد في المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع صوغة محمد بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري، ولكن شعار البحيح يتدخل من عمق الميدان ليقدم لنا هذا الانطلاق الكبير وهذا الحضور المميز مع شموخ عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، ولكن أرى أسماء وسيل جارف قادم من المراكز الخلفية المعلنة للمنافسة والتحدي، ولكن نعود حيث البداية، حيث الانطلاق الأول، حيث الصدارة. الله يا المعمورة على البداية، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية تواجد في البداية، ولكن القادمة شموخ، والقادمة كذلك مشاهدين الأعزاء القادمة غيوض محمد بن عبد الهادي بن ترحيب النايفة الهاجري، ولكن أرى وتابع برهان سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي يتقدم في المركز الثالث المركز الرابع، وتابع وأراقب الأسماء، غنايم تصل لغانم بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح المري يتقدم شعار الزعبي على مستوى المركز الثالث، ولكن أرى الهجوم المكثف، أرى الشعارات القادمة بكل قوة. أتابع شموخ للسيد عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري، وكذلك وصول جديد من قبل في أحمد بن عيسى بن محمد الكعبي يحتل المركز الثالث، وهنا شعار في حام الظافر بن عبد الهادي الرشيد يصل مع الداودية في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء مع أجواء الأمتار الأخيرة، مع اللحظات المميزة 600 متر الأخيرة. أتابع الصدارة المعمورة، ولكن الداودية الله يا في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي يبحث عن ناموس مميز لأبناء المملكة، ينطلق في الصدارة. الله الله الله، هذه الداودية مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول وتنتزع هذا الناموس المميز وتهدي السلام إلى أبناء الرياض. تهانينا والناموس لفي حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد، والتهنية لسلطان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. من يتابع هنا مشاهدي الأعزاء، نتابع الداودية مع التحدي. الداودية مشكور يا فيحان على هذا الأداء الجميل والرائع. تنطلق الداودية تنتزع المركز الأول، سلام للسعودية، سلام يا فيحان، سلام الداودية على هذا الأداء الكبير والحضور المميز. تهانينا والناموس لفيحان الظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي، والتهنية موصولة لسلطان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي على فوز الداودية بالمركز الأول. المركز الثاني سمحة، المركز الثاني المعمورة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من قبل سمحة لحمد بن علي بن راشد المري، المركز الثالث. الرابع جاءت في فيل لأحمد بن عيسى بن حمد الكعبي، المركز الخامس نوايد لهجن السلية. إذن مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لمالك الداودية على هذا الفوز لفيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي. 9:11.78 تهانينا والناموس. المركز الثاني جاءت في مشاهدينا الكرام المعمورة لخليفة بن خليفة بن عبد الله العطية، والتوقيت الزمن 9:14.84. تهانينا والناموس. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الكرام سمحة لحمد بن علي بن راشد المري، والتوقيت الزمني 9:15.86. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.